أبدى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله اعتزازه بما يتسم به النسيج المجتمعي البحريني من صفات التماسك وروح العائلة الواحدة في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مؤكدا سموه في هذا السياق على عادات وتقاليد أهل البحرين المفعمة بتعزيز التواصل جريا على نهج الآباء والأجداد والقيم العربية والإسلامية الأصيلة بما يقوي المجتمع ككل. جاء ذلك لدى زيارة سموه إلى مجالس كل من عائلة الفضالة وعائلة الرميح وعائلة الكعبي، حيث تبادل سموه التهاني بالشهر الفضيل منوها بفضائله الكبيرة التي يستمد منها المسلمون الخصال العظيمة المحبة للسلام والأمن ووحدة الكلمة والصف. وأضاف سموه أنه علينا اليوم كل من موقعه مواجهة الأفكار المتطرفة من خلال وحدة الكلمة والمصير في وطن يجمع الجميع على الخير وتخفيت الفرصة على من أراد النيل من وطننا وأمنه واستقراره، مشيرا سموه إلى أهمية تمكين الشباب البحريني ودعمه والعمل على إتاحة الفرصة أمامه لإبراز دوره وتبني تطلعاته وإبداعاته باعتباره الأساس الذي يعول عليه في بناء المجتمع وتقدمه. كما أكد سموه في الوقت ذاته أهمية تحصين الشباب وحمايتهم من الأفكار السلبية الضارة بالمجتمع، داعيا سموه إلى ضرورة توجيه طاقات الشباب البناءة وتحديد أهدافهم ورؤاهم وربطها بمصلحة الوطن والمجتمع البحريني. من جانبهم أعرب أصحاب وحضور المجالس عن ترحيبهم وتقديرهم لزيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وتواصل عادة سموه السنوية في هذا الشهر الفضيل، داعين الله العلي القدير أن يتمم نعمة الأمن والاستقرار على مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وأن يديم عليها تماسك أبناء البحرين ووحدتهم لصون الوطن وخدمة تقدمه ونهضته.